ثمانية أخبار عاجلة للشعب العراقي حدثت في العراق اليوم، منها إغلاق المدارس لمدة شهر كامل، والعام الدراسي الجديد قد يشهد تطبيق نظام الانتساب، وموازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري، وخبر يخص رواتب الموظفين، وبيان لمكتب الحلبوسي، وتحويل 30,000 درجة وظيفية إلى عقود وزارية. حياكم الله متابعينا الكرام وإليكم التفاصيل. إغلاق المدارس وتعليق الدوام والدراسة فيها بسبب تفشي الفيروس في إقليم كردستان ولمدة شهر كامل. وإلى الخبر الثاني، المتحدث باسم وزارة التربية، العام الدراسي الجديد قد يشهد تطبيق نظام الانتساب، حيث يمكن أن يقوم الطالب بتأدية امتحانات نصف السنة والنهائية في المدرسة فقط، ويكمل باقي تعليمه من البيت بعد أن يوفر ولي الأمر الأجواء المناسبة لذلك. وإلى الخبر الثالث، وزير المالية، موازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري، وتتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الورقة البيضاء، وغالبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح، بل يشمل المخصصات لفئات محددة. وإن موازنة 2021 لا تتضمن درجات وظيفية، لكن هناك إمكانية استثمار درجات الحث والاستحداث، وقرار 315 يصعب تطبيقه في ظل عدم وجود قانون الموازنة. وإلى الخبر الرابع، وزير المالية، في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق رواتب الموظفين بشكل مباشر. وزير المالية، رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمضي قانون تمويل العجز. وزير المالية، المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز والبالغ 41 تريليون سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل. وزير المالية، المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز والبالغ 41 تريليونا سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل. وإلى الخبر الخامس، بيان لمكتب الحلبوسي، مجلس النواب مستعد لتسهيل مهمة الحكومة بما يؤمن توفير السيولة المالية ومنها الرواتب، ويسهم في تخطي الأزمة المالية والاقتصادية. وإلى الخبر السادس، محافظ البصرة يخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحويل 30,000 درجة وظيفية إلى عقود وزارية. وإلى الخبر السابع، اللجنة المالية النيابية ترجح تمرير قانون تمويل العجز المالي لتأمين الرواتب الأسبوع المقبل. وإلى الخبر الثامن والأخير، وزارة النفط، إيرادات تشرين الأول الماضي بلغت 3 مليارات و 430 مليون و 630 ألف دولار، كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 89 مليون و 153 ألف و 899 برميلا، المعدل اليوم الكلي للصادرات بلغ 2 مليون و 876 ألف برميل، معدل سعر البرميل الواحد بلغ 38.480 دولار. متابعينا الكرام، إلى هنا ننتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. تحياتنا لكم.